كما قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على شمال ووسط القطاع، حيث جرح العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بمخيم جباليا شمال غزة. وفي وسط غزة قتل 14 شخصا بعد استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمخيمي البريج والنصيرات. أما جنوب غزة فقتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة معن شرق خان يونس. وفي جنوب غزة أيضا قتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل شرق مدينة رفح. هاي معاناتنا الحقيقية، البيت مهول بالسكان وهي الناس فوق على البلاكين بتزعق، هاي بضوا بالكشافات، والبيت الثاني جوا محروم، هذا محل بويا. هاي الفواجع اللي بتصيبنا في غزة، وهي الناس بتسرق أطفال ونساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. محل بويا مولع وفوق في عمارة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.